طيب مو مسألة لا عير، هي ابو عبد مسألة، مو العزيز بالمسألة عير اللاعب، لا عشان لكن انا اتكلم عنه كلاعب منتخب مش كلاعب هلالي. اذا كان هالمدرب مو بهذا من هاللاعب وهو افضل، اذا كان متياس هال ما يدربي راسه حتى ما فيه ولا كل الجماهير ما تبيه، هذه واحدة. ويفرض لان ولده اللي جايبه ماتياس، ماتياس هذه واحدة. ثاني شيء انت تنزل يقول يضرب براسه، ها لا لا تقول يضرب براسه ماتياس يدربي راسه يعني ما يفهم ايه دربي ايه، وجابوه بجروبات الهلال يدربي راسه. طيب